الاحتيال عبر الإنترنت يتزايد باستمرار، كيف نكشف الهجمات الإلكترونية ونقي أنفسنا منها؟ تسأل إلويز من باريس. تتوجب في البداية الوقاية بشكل مبدئي، أي باقتناء مضاد فيروسات وجدار حماية لوقاية المعدات المعلوماتية. يجب بعدها الانتباه إلى أي خلل في الأداء، مثل الانتباه إن كان هناك سحوبات مصرفية غير معروفة، الانتباه إلى تباطؤ الحاسوب بشكل غير متوقع عند الاتصال، مما قد يعني أن طاقته تستهلك في المهام المخفية لأسباب تختلف عن الوظيفة المفترضة. اليوم يوجد عالم الشبكات الاجتماعية فيسبوك ولينكدين وفيديو، حيث يمكن التعرف على الخصوصيات والعلاقات الشخصية والارتباطات والعلاقات الحميمة التي تربط فلانا بفلان، مما يعني أن هذه الشبكات عبارة عن مصادر لعمليات انتحال الشخصية، كما تستخدم لإرسال رسائل لأشخاص وإيهامهم بأنها من شخص يعرفونه أو شخص ذي اهتمامات مشتركة.